الموسم العاشر عبقرية المدارس ومباراة متكافئة وقوية جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. تعادل زهراء الخاصة اسكندرية 50، عمر بن الخطاب الحوامدية الجيزة 50، وعندنا تغيير واحد في عمر بن الخطاب، نوران هاني نزلت مكان فاطمة عبد الهادي. وفي مدرسة الزهراء عندنا تغيير واحد، شهد المسلماني نزلت مكان زينة السلامي. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. شهد وألاء، ألاء وشهد. شهد انت اللي هتبتدي الأول، ألاء هتروح عند سليم هتسمع أغنية وترجعي لنا تاني. اتفضلي شهد، تعالي مكاني. عايز إجاباتك بصوت واضح يا شهد عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. اتفقنا؟ اتفقنا. نطمن على ألاء. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي من دول شمال إفريقيا تقع مدينة سوسة؟ ليبيا. غلط. ما هو لون النجمة على علم دولة بوركينا فاسو؟ ذهبي. غلط. أديب مصري راحل مؤلف مسرحية الفرافير، فمن هو؟ طفيل حكيم. غلط. في أي قارة يقع جبل كي2؟ استراليا. غلط. حدوتة مصرية هي أغنية مطرب مصري، فمن هو؟ محمد منير. صح. ما هو نظام الحكم في دولة كوبا؟ جمهوري. صح. من هو قائد جيش المسلمين في معركة دومة الجندل؟ خالد بن الوليد. صح. كم عدد الساعات في 3 أيام؟ 60. غلط. فنان قام بدور علي الحلواني في فيلم الديلر، ومن هو؟ شهد، اتفضلي مكانك. قولي لي بقى كم إجابة صح؟ 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. رأيك إيه؟ أسئلة ما كانتش صعبة. توترت شوية. هارد لك. سليم، عايزين ألاء تنضم لينا. هنشوف ألاء هتعمل إيه. الحقيقة تحت الضغط فقرة مش سهلة. ألاء، تعالي مكاني. تحبي تعرفي شهد عملت إيه ولا لأ؟ لأ. مش عايز تعرفي؟ لأ. طيب، عايز إجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. أوكي. اتفقنا؟ اتفقنا. هنيك على الكاونتر. تحت الضغط كاونتر. في أي من دول شمال إفريقيا تقع مدينة سوسة؟ تونس. صح. ما هو لون النجمة على علم دولة بوركينا فاسو؟ أخضر. غلط. أديب مصري راحل مؤلف مسرحية الفرافير، فمن هو؟ طفيل حكيم. غلط. في أي قارة يقع جبل كي2؟ أمريكا الجنوبية. غلط. حدوتة مصرية أغنية المطرب مصري، فمن هو؟ محمد منير. صح. ما هو نظام الحكم في دولة كوبا؟ جمهوري. صح. من هو قائد جيش المسلمين في معركة دومة الجندل؟ خالد بن الوليد. صح. كم عدد الساعات في 3 أيام؟ 24. فنان قام بدور علي الحلواني في فيلم الديلر، فمن هو؟ أحمد السقا. غلط. من هو نادي كرة القدم الإنجليزي الملقب ذا بلوز؟ مصر. تعالي مكاني. كم إجابة صح؟ مش عارف. 4 إجابات صحيحة ب 20 نقطة، وشهد 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. انتوا الاثنين اتوترتوا زي بعض بالظبط. كنت عارفه بقيه الاسئله بس يعني. تعالوا نشوف الاسئله اللي ما تجاوبتش. ما هو لون النجمه على علم دوله بوركينا فاسو؟ طبعا في اخضر على العلم، بس النجمه لونها اصفر مش ذهبي. هارد لك. اديب مصري راحل مؤلف مسرحيه الفرافير، بالظبط كده، يوسف ادريس. في أي قارة يقع جبل كي2؟ يا سلام، بتجاوبوا كويس قوي. انتوا واقفين دلوقتي. كم عدد الساعات في 3 أيام؟ 72. اهي جاوبتوا كل الأسئلة. فنان قام بدور علي الحلواني مين؟ خالد النبوي. خالد النبوي ده عمل دور عمره، دور عظيم في فيلم الديلر. طبعا خالد النبوي. ما هو نادي كرة القدم الإنجليزي الملقب ذا بلوز؟ معرفش كوره بصراحه. تشيلسي. ما شاء الله، بس انتوا جاوبتوا كل الاسئله واحنا واقفين هنا جنب بعض. كلنا نحيي شهد وألاء. ألاء وشهد اتفضلوا. النتيجه اتغيرت ومدرسه عمر بن الخطاب بتتقدم لاول مره. ألاء كنتوا كام؟ 50. وكم اجابه صح؟ 4 ب 20 نقطه. 70. في 10 نقط هديه. 80. شهد،
كنتوا كام؟ 50 و15 نقطة بقيتوا 65. طبعا المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أحمد مدحت وشهد، شهد المسلماني وأحمد مدحت. 25 نقطة المدرسة واحدة بس. 80 و25 كام؟ 105. تمام. و65 و25 90. تتقدموا تاني. السؤال الأول، فنون، فنانة قامت بدور ناهد في فيلم الحرامي والعبيط، فمن هي؟ روبي. روبي الهدف الأول. برافو عليك يا أحمد. روبي الهدف الأول لمدرسة عمر بن الخطاب. اتأخرت ثانية يا شهد، كانت الإجابة عندك ولكن أحمد مدحت كان مركز. قدرات ذهنية فعلا، معاك ورقة وقلم. سؤال تاني، حل المسألة الآتية، 22 في 5 زائد 11 في 3 يساوي كام؟ 143. الهدف الأول، برافو عليك يا شمس. هدف مقابل هدف، محمد ربيع ويوسف أحمد. النتيجة 80-65 وهدف مقابل هدف. محمد ربيع ويوسف، يوسف ومحمد ربيع. سؤال الثالث، رياضة، كم مرة حصل نادي بارما الإيطالي على بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2020؟ إجابتك مرتين، مرة سنة 95 ومرة سنة 99. الهدف الثاني فعلا مرتين. برافو عليك يا ربيع، هدفين مقابل هدف. عمر ما عندكش اختيار غير انك تتعادل، حتى يا نوران لو ما جاوبتيش هترجعي ب 25 نقطة. الموقف صعب يا عمر. ايه ان شاء الله. سؤال الرابع، جغرافيا، إلى أي دولة عربية تتبع جزيرة العباس؟ مشهورة بطيور النورس. الإمارات. الإمارات إجابة خاطئة. نوران معاكي 25 نقطة وعندك فرصة تجاوبي. في إجابة؟ إجابتك المغرب. المغرب إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سوريا. تفضلوا. 25 نقطة طاروا لمدرسة عمر بن الخطاب والنتيجة اتغيرت. 105 عمر بن الخطاب الحامدية الجيزة، 65 الزهراء الخاصة اسكندرية. المباراة ابتدت متكافئة من أولها. مع مرور الوقت ابتدت الزهراء تقلق، مش عارف ليه. مدرسة عمر بن الخطاب ابتدت تخطف نقط. أنا أول سؤال في ضربات الجزاء كنت عارفاه، بس للأسف هو كان أسرع مني وأخذ الهدف الأول. الهدف الثاني. الحمد لله قدرت أحقق الهدف الثاني، كنا شبه ضمننا ال 25 نقطة بتاع ضربات الجزاء، وإن شاء الله نفضل متقدمين ونحسم الماتش في عجلة الحظ. الفرق برضو ممكن يرجع تاني في سؤال واحد يضيع من مدرسة عمر بن الخطاب. أنا كان عليا مسؤولية كبيرة عشان أنزل، لازم أتعادل في ضربات الجزاء، بس إن شاء الله ربنا يوفقنا ونعرف نتأهل للمربع الذهبي في عجلة الحظ. الحلم قرب، الوصول للمربع الذهبي بقى قريب، والمدرستين أكيد نفسهم يكملوا مشوار البطولة. نروح نشوف عجلة الحظ وإيه اللي هيحصل في ماتش الزهراء الخاصة. المباراة صعبت عليكم ولكن ما زال الأمل موجود. هنشوف، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 700,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,700,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.